ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير خلص لا تضلي معصبة هيك. ما بدي. سونار تعالي انتي حطي لي الفطور. استعجل رافي تأخرنا، في عنا شغل كتير وبدنا نشوف الزباين كمان. ماشي جيفان أنا رح خلص فطوري، أنت روح هلأ وبعدين بلحقك. افطار قبل ما تروح. ستي يمكن نتأخر اليوم، أنتوا تعشوا بلانا، لا تنتظرونا أبدا. على مهلك جيفان، خاضع البت الأكل. ما بدي أخذها. استعجل رافي. اسمع، إذا أنت عم تعبر عن عصبيتك فمو معناتها أنه تبطل تاخذ الغدا معك. بعرف أنك معصب مني كتير. خلاص ما في داعي تتصرف هيك. مفكر أنا كتير مبسوطة من هالوضع؟ أنا عملت مع مهك يلي لازم ينعمل. لا أنت عملتي هيك لأسباب بتخصك وبشكل أناني يا كانتا. ما عندك أي فكرة شو الشي اللي بدي إياه مهك وبتحبه؟ قلتي له شو بدي؟ ها؟ تغيرت كتير بهالكم يوم يا كانتا. أنا عن جد ما عم صدق إنك نفس المرة اللي تزوجتها من زمان. تغيرت كتير يا كانتا. كل هذا بسبب عنادك لأنك ما قدرتي تسامحي شوري على الغلط اللي عمله، وكمان أصريتي على مهك إنه تترك البيت وتروح على المكان اللي بدك إياه، وأكيد أنت مو فارقة معك هالبنت شو بدها تعاني. المهم عملتي اللي براسك بدون ما تسألي حدا. ليكي لازم تفهمي إنه نحن هون ما بنقدر نتحكم بمصير الناس. متأكد إنه مهك رح تعمل الشي الصح وبدون ما حدا يتدخل بقراره. ما راح تقدري توقفي اللي راح يصير بحياتك نهائيا. يلا رافي نحن تأخرنا وضيعنا وقتنا كتير. لك كيف قدر يجي لهون كمان؟ معقول هذا الحكي؟ بالفترة اللي بقيت بعيد عنك فيها يا مهك عرفت قديش حياتي بلاكي ما لها معنى.
بحبك مهيك. انت هلا بدك توعديني انه انت رح تطالعي الشوريا من حياتك كلها وللابد كمان، وانا رح روح اسحب الشكوى يلي ضد شوريا. شوريا، انت شو اللي جابك لهون؟ يلا روح فورا، نحن ما لازم نشوف بعض. مهيك انت شو عم تقولي؟ انا اجيت من شانك. لا مهيك، مهيك مهيك استني مهيك. شو انت وين مفكر حالك فايت؟ مهيك استني استني مهيك مهيك. شو انت شنيتي؟ اه خلص روح من هون شوريا، ما توقفني، بعد عني. شوريا شوريا صار لك شي؟ أنا آسفة كتير لأني دفشتك. مهيك أنت شو عم يصير معك؟ من مين عم تهربي؟ مني ولا من حالك؟ شوريا خلص تركني، روح من هون، يلا روح ولا ترجع بحياتك، لأنه نحن ما فينا نرجع لبعض، فهم؟ ما فينا نرجع، يلا روح روح. بس ليش مهيك؟ لك أنا حاربت ووقفت بوش العالم بس لحتى أكون جنبك، أنت ليش بدك ياني بعد عنك؟ لأنه أنا ما عاد بدي إياك تكون معي. أنت ليش ما عم تفهم علي شوريا؟ يلا روح. شوريا 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 خلص اتركني، شوريا اتركني وروح، يلا اتركني شوريا. شوريا بترجاك لو سمحت اتركني. بالأول قليلي، ليش ما فينا نكون مع بعضنا؟ آه؟ ليش ما فينا نكون مع بعضنا؟ ما منقدر يا شوريا، لأنه الناس يلي منحبهم رح يعانوا كتير إذا نحنا ضلينا سوا. لهالسبب ما فينا نكون أنانيين هيك شوريا، لازم نراعي مشاعر الناس يلي منحبهم. لكن ليش أنقذتيني؟ ليش ما تركتيني موت؟ ليش اجيتي على المستشفى هداك اليوم؟ ليش وعدتيني إنك تصلحي كل شيء؟ ليش قلتي لي رح ضل جنبك شوريا؟ ليش قلتي هيك؟ ليش لا تقولي شيء مانك قده؟ ليش؟ قولي جاوبيني، قولي لي مهيك، قولي ليش هيك عملتي فيني؟ مهيك 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 وقف، رجع نمشي فورا. مهيك 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 بسرعة لو سمحت. مهيك استني مهيك مهيك وقفي مهيك. خليه وقف شوي، وقف. مهيك
تعمرت عمي. مهك هات شوريا كيف وصل لعندك؟ مرت عمي صدقيني أنا ما بعرف كيف هالشي. ما لازم يصير، رح أعاقبه على هذا التصرف لأنه تجاوز كل الحدود.